دكتور محمد، انت هنا لمؤتمر علماء المسلمين. نعم مظبوط. 1000 عالم؟ 1030 عالم. اشمعنى تركيا اللي بتستضيفه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا فكرة الاتحاد هي فكرة مولانا الامام العلامة الشيخ يوسف القرضاوي. ان العلماء هم الطائفة الوحيدة اللي ليس لهم ما يجمعهم. في نقابة الموسيقيين، حاجة جميلة، السينمائيين جميلة خالص. حضرتك عضو في اغلب هذه النقابات؟ والله ولا حضرتك عضو في نقابة التشكيليين. انا مش عضو في اي نقابة خالص. طيب طب ذاكر شوية وناخدك عندنا. طيب. فكانت هذه فكرته، وانجاز لي التعبير من خلال ما فهمته من الشيخ انه هذا هو مشروعه. يعني الشيخ اللي هو كتب الان موسوعته ستخرج خلال ايام في 80 مجلد كتبه يوسف القرضاوي. ستخرج طباعة قطر بإذن الله عز وجل. لكن مشروعه هو الاتحاد، هذه الفكرة التي تجمع علماء المسلمين. الاتحاد ينضوي تحت لواء أكثر من 90,000 عالم. أيوه. 90,000 عالم باعتبار الجمعيات، لأنه مثلا جمعية علماء ماليزيا هي واخدة في المسلسل رقم، لكن تحت جمعية علماء ماليزيا هتلاقي 26,000 عالم مثلا. أيوه. ففي كده جمعيات، جمعيات انضمت للعلماء المسلمين. نعم. ومقره فين يا شيخ؟ ناخذ البدايه نوضح للناس، لم يكن هناك دوله تستطيع ان تقبل الفكره. اي لا، وكانت تركيا ايامها طبعا لسه ما وصلش الامر. فالشيخ عمله في الترخيص، بدا في ايرلندا. ايرلندا؟ نعم. يعني في عز ما احنا عندنا دولة السعودية. طبعا لا، ده السعودية طول عمرها ضد ده. لما حب يدخل ده عمله في ايرلندا سنة كام؟ لا تحديدا لا اذكر. لا يعني من كام سنة تقريبا؟ لا ده فترة طويلة، فترة طويلة. في عز ما السعودية كانت بتحتضن العلماء وبتاع، كانت لا ده هو لما جه انا شاركت فيه اول مرة، انا شاركت متأخر جدا طبعا في 2010. فكان اول ما بدأ يشارك علماء السعودية استأذنوا من الديوان الملكي نروح نحضر ونشارك ولا لا. وكان بيحضر معانا طبعا، كان بيحضر احد الامناء العامين اللي هم قيادات الاتحاد، الدكتور المعتقل العالم سلمان العوده، وكان بيحضر محمد العريفي، محمد موسى الشريف احد موسى الشريف قصدي. وكان بيحضر الثاني ده اللي بيقول شعر دلوقتي، عايد القرني. عايد القرني دول كلهم، لكن استأذنوا من الديوان. لكن قطر كانت مع الفكره وبترعاها مع الشيخ. طب ما تعملش في قطر ليه؟ اقول لحضرتك، قيل له يعني خلص الموضوع زي نظام قطر في السياسه، اللي هي تدعم وتقف وتفعل ما في الوسع. وبعدين ودعمت الاتحاد ودعمت الشيخ القرضاوي، اخذ الرخصه، لانه قوه الرخصه بيطلع من بلد اوروبي زي كده ما يبقاش في هجمه، ما حد يستطيع يهاجم ايرلندا. ثم اصبحت قطر الان هي مقر الاتحاد. يعني قطر دلوقتي مقر الاتحاد. ومقر الاتحاد، لكن لم يعقد في عاصمه الا اسطنبول. ليه؟ ايه اللخبطه دي يا شيخ محمد؟ اكمل لحضرتك. ايه اللخبطه دي؟ هقول لحضرتك، يعني اتحاد علماء المسلمين يرخص في ايرلندا ولم يعقد في عاصمه اسلاميه الا تركيا. وتركيا مش اسلاميه. تركيا علمانيه، دستورها علماني. الوضع الحالي. لكن هقول لحضرتك شيء، طبعا المقر موجود في قطر ومقر رسمي لانه جاي من ايرلندا طبعا، والشيخ في قطر. لكن لما بدا الشيخ يعمل اول اجتماع مثلا، كان الغنوشي لسه مغضوب عليه في تونس. عايش فين؟ لا عايش في لندن. لا انا بقولك مغضوب عليه في تونس. فعشان تجيب بيحضر، كان دايما حوالي 400 الى 500 عالم. اول مره يحضر 1030، اول مره يحصل هذا العدد. لانه لا ننكر انه الاول مره الدوله التركيه ترعى الامر بهذه القوه. طب فهي شريك فاعل هذه المره. طيب مين بس اوضح النقطه الاخيره؟ طب خليني اسال المشاهد يعرفها. فمفيش دوله عربيه او اسلاميه بتقبل مجموع، يعني الغنوشي كان ممنوع من دخول السعوديه، وفي علماء كانوا ما ينفعش يدخلوا قطر، لكن الكل وافقت عليهم تركيا. طيب واستقبلتهم. يعني انت بتفرحني بالوطن العربي يعني. لكن كان مقرر ان يقام بعد ثورة يناير لانعقاد اللي كان يكون بعد ثورة يناير، كان مقرر انه يكون في القاهرة، تستضيفه القاهرة. مين صرف عليه؟
هذه طبعا في اشتراكات للاتحاد، في لكل الاعضاء اليوم اشتراكات، وفي هيئات خيريه. مش تركيا اللي صرف عليه المره دي؟ استضافه غالبيه الاستضافه تركيه. الغالبيه قطر رسميا، طبعا قطر هي الاساس. هي الاساس، كلام مجامله مع بعض. لا يعني هي المقر. ايوه هي الاساس. دفعت ايه في الليله دي؟ في الليله بتاعتي ما عنديش الحسابات، لكن هي دوله المقر. لكن تركيا رسميا هذه المره اللي بيقدم الحفل الدكتور عمر الفاروق مستشار وزير. عارفه واحد صرفناه كتير هنا. نعم ده المقدم الحفل. وده يتحط تحتها ايه؟ طبعا. طيب استضافه الحفل رسميا والي اسطنبول اللي هو رئيس البلديه. ايوه هو اللي افتتح، في وجود وزير الاوقاف، وجود المفتي، وتحت رعايه الرئيس الطيب اردوغان. طبعا. طيب والله انا بس شفت لقطات منه كانت هايله جدا، والنهارده وتخلى عن الرئاسه للشيخ يوسف قرضاوي. هو الشيخ ليس من الان، الشيخ من اكثر من دوره ماضيه، وهو يقول انا اتمنى من املي هذا الاتحاد، كان حلما ثم كان طفلا ثم يافعا، والان الحمد لله استوى على سوقه. قال اتمنى ان ارى رئيس للاتحاد وانا عايش. لكن العلماء جميعا من كل اصقاع الدنيا ما في مره احد تقدم وترشح ضد الشيخ يوسف القرضاوي، ولكن الكلمه التي قالها فضيله العلامه ربنا يبارك له في عمره وينفع به، يعني تاثرنا جميعا لما قال هذه اخر مره القاكم فيها فقد وصلت الى سن ال 93.